اهلا بكم مشاهدينا الكرام في استوديو الان على شاشه اكسترا نيوز. اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان معدل التضخم السنوي بلغ 15.6% في شهر نوفمبر الماضي، متراجعا عن نفس الفتره من عام 2017 بنحو 11.1%، حيث كان يبلغ 26.7%. هاتفيا ينضم الينا مينا نصحي، باحث احصائي باداره الارقام القياسيه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بك أستاذ مينا. أهلا بحضرتك يا فندم. إذا معدل التضخم السنوي انخفض يعني بنسبة ليست قليلة، كيف ترجع هذا الانخفاض؟ صحيح يا فندم، هو معدل التضخم السنوي هو ناتج عملية قسمة بين الرقم القياسي لشهر نوفمبر 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وهو نوفمبر 2017. أيوه، هذا المعدل ليس هناك فيه انخفاض لكن هناك فيه تراجع. هذا المصطلح، ما هو الفرق بين الانخفاض والتراجع؟ التراجع يا فندم معناها ان هناك الانخفاض معناه ان هناك انخفاض في الاسعار، لكن التراجع معناه ان هناك زيادة في الاسعار لكن بمعدل اقل من الفترات السابقة. طيب، فهذا هذا المصطلح هذا ما يتم تداوله في البيان الصحفي، وده المفروض يتوضح للمشاهدين حضرتك. يعني اللي حدث هو تراجع. بالضبط. ولكن يعني جهاز الاحصاء يعني اوضح انه هذا التراجع يعني بسبب تراجع اسعار الخضروات واسعار الفاكهه ومجموعه الدواجن، على الرغم من ارتفاع اسعار الالبان والبيض والجبنه واسعار الملابس والاحذيه ايضا. صحيح يا فندم، يعني انخفض اسعار مجموعه الخضروات بنسبه 3.4% بالسالب. هناك انخفاض ايضا في مجموعة الفاكهة بنسبة سالب 8.9%، ايضا هناك انخفاض في مجموعة الدواجن بنسبة سالب 1.7%، هذا بالرغم من الارتفاعات التي سجلتها بعض الاقسام والمجموعات الاخرى زي مجموعة الالبان والجبن والبيض، ارتفعت بنسبة 6%، واسعار قسم الملابس والاحذية ارتفع بنسبة 1.8%. ده يا فندم جاي نتيجة للأوزان أو الأهمية النسبية للمجموعات ديت، بمعنى أن الأوزان أو الأهمية النسبية للحاجة هي اللي بتقود معدل التضخم للارتفاع أو الانخفاض. بمعنى أن لو ربع جنيه أو نص جنيه زاد في أسعار زي الطماطم أو أسعار زي الحبوب مثلا زي الرز، ممكن هي تأثر بأكثر من 5000 جنيه تزيدها أسعار السيارات. دوت بنسميه الأهمية النسبية أو الوزن الأهمية، يعني السلع. هناك سلع استراتيجية وسلع ليست استراتيجية. بالضبط. القمح والحبوب طبعا سلع استراتيجية، السيارات يعني لا. بالضبط يا فندم، ديت بتيجي من حاجة اسمها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، ودوت بيشوف قيمة ما أنفق على كل مجموعة سلعية أو الأهمية النسبية لكل مجموعة سلعية بالنسبة للمواطن المصري. ومنخفض هو سلع استراتيجية، يعني أسعار الخضروات، أسعار الفاكهة، مجموعة الدواجن، كل هذه هي سلع استراتيجية أدت إلى هذا التراجع في معدل التضخم. بالضبط، هناك انخفاض في معدل التضخم الشهري ودوت مقارنة الرقم القياسي الحالي بنفس الرقم القياسي للشهر السابق، يعني شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، ودوت المعدل شهر أكتوبر كان 17.5%، مش كده؟ خلينا نفرق بين حاجتين يا فندم. التضخم الشهري هو مقارنة الرقم القياسي لشهر البيان اللي هو نوفمبر 18 بالشهر السابق ليه على طول شهر اكتوبر 2018. ايوه، هذا المعدل انخفض يعني في انخفاض في الاسعار بنسبة سالب 7%. لكن لما نيجي نقارن نوفمبر من هذا العام بنوفمبر من العام الماضي، نوفمبر لهذا العام من نوفمبر العام الماضي بنسميه معدل التضخم السنوي. وهذا المعدل هو الذي تراجع وليس انخفض. نعم نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات أستاذ مينا نصحي، الباحث الإحصائي بإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. معنا أيضا الأستاذ أحمد علي، الباحث الاقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا استاذ شادي، اهلا بحضرتك. اهلا بك. اذا معدل التضخم السنوي تراجع، بلغ 15.6% مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي نوفمبر العام الماضي 26.7%. برأيك لماذا تراجع معدل التضخم؟ طبعا يا فندم، معدل التضخم لما بنيجي نتكلم عنه لابد ان احنا ننظر الى عنصرين مهمين جدا، وهو مستويات الاسعار خلال الفتره الحاليه داخل الاسواق او السوق المصري تحديدا، وان كنا بصدد الحديث عن مستوى التضخم داخل الاقتصاد المصري. والنقطه الثانيه نتكلم على مستويات الاجور، لان هما دول العاملين المهمين جدا فيما يتعلق بالتضخم واليه الربط ما بين مستويات ومعدلات الاجور والمرتبات داخل الدوله وما بين مستويات الاسعار. كل ما كان هناك نسبه او التفاوت ما بين هؤلاء العنصرين، يعني هذين العنصرين تحديدا، منخفضه، وبل لو كان كمان مستويات الاجور والدخول قدرت ان هي تزيد عن مستويات الاسعار، هنا بتكلم على ان احنا فعلا في امام مستويات تضخم منخفضه. لكن طبعا لو كان هناك تفاوت كبير جدا ما بين مستويات الدخول ومستويات الاسعار، فاعتقد ان ده بيمثل خطر اقتصادي كبير جدا. والحمد لله احنا في حاله الاقتصاد المصري يعني لم نتعرض الى هذا الوضع نهائيا. طيب بنتكلم دلوقتي يا فندم بقى على تراجع مستويات التضخم او معدل التضخم، لانك انت الان امام اكثر من مؤشر او اكثر من اليه ادت لحدوث ده. اولا فكره دخول بعض القطاعات الصناعيه والاقتصاديه داخل الاقتصاد المصري الى حيز العمل والانتاج الفعلي، وبدا يكون هناك انتاج، وهذا الانتاج عمل حاله من الاشباع للسوق المحلي في بعض السلع المهمه والاستراتيجيه، فده بالتبعيه اثر على مستويات الاسعار لهذه السلع وبالتالي ادى لانخفاضها. برضو مهم جدا ان احنا لما نيجي نتكلم على التضخم زي ايه يا استاذ مينا؟ يعني جهاز الاحصاء قال انه يعني حصل تراجع في اسعار الخضروات واسعار الفاكهه، يا استاذ احمد عفوا، واسعار مجموعه الدواجن، كل هذا انخفض بنسب. يعني بالظبط يا فندم، لان التضخم دايما بيهمنا اكثر على مستويات السلع الاستراتيجيه، السلع المهمه جدا اللي هي بتمس حاله المواطن بشكل يومي. لكن ما ينفعش ان انا مثلا، علشان برضو يعني استاذ شادي كتير جدا هيستغل هذا الموضوع فكره ترويج لشائعات اقتصاديه خاطئه من شانها انها تؤثر على سمعه الاقتصاد المصري، في ان عندنا سلع كتير جدا مستوياتها ارتفعت. هذه السلع في الاساس هي سلع رفاهيه لا تمس المواطن بشكل كبير او فكره حجم الطلب عليها. يعني لما بنتكلم حتى تحديدا على مجموعه السلع اللي تم تحرير الدولار الجمركي عليها مؤخرا، هي سلع كماليه وسلع رفاهيه، لكن انا يهمني في المقام الاول هي السلع الاساسيه اللي كل المواطنين لا يستطيعوا ان هم يستغنوا عنها في اطار حياتهم اليوميه. هذه السلع هي التي انخفضت. بالظبط يا فندم. الحاجة الأهم من كده إنك أنت بتتكلم برضو على حجم الواردات انخفض بشكل أو بآخر، لأن برضو يا فندم لما حصيلة الواردات بتكون كبيرة ده بيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق، لأن أنا ما عنديش إنتاج بالتالي أتجه للاستيراد. وبالتالي لما بدأنا خلال تجربة الإصلاح الاقتصادي الاهتمام بقطاعات اقتصادية مهمة زي مشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروعات الإنتاج الزراعي وخلافه، كل ده يعني المزارع السمكية، كل هذه المشروعات بالظبط شكل قيمه مضافه في نطاق هذه السلع داخل حيز الاقتصاد المصري، وبالتالي قيمه وارداتنا او حجم وارداتنا انخفض من هذه السلع، وبالتالي بقى في انتاج محلي. وطالما كان هناك انتاج محلي فانا بقدم للمستهلك المصري المحلي هذه السلعه بسعرها المحلي، يعني حتى لو كان في هامش ربح، هامش ربح بسيط جدا عن انا استوردها من بره. وبالتالي كل ما انخفضت قيمه وارداتنا من السلع الاساسيه دي بالتالي هينعكس على انخفاض وتراجع مستويات التضخم. كمان في حاجه مهمه جدا يا استاذ شادي، ان القوى الشرائيه للجنيه المصري في اطار الاصلاح الاقتصادي، انت لما تيجي تقارنها دلوقتي مع بدايه الاصلاح الاقتصادي او قبل الاصلاح الاقتصادي، كانت القوى الشرائيه للجنيه المصري او العمله الوطنيه منخفضه، وبالتالي كنت انت هنا بتتلمس مستويات عاليه ومرتفعه من التضخم. الان انا بتكلم على ان الجنيه او ثبات سعر صرف الجنيه امام الدولار حصل في ثبات لفتره بشكل قوي جدا، وبالتالي ده كمان بيشكل قيمه مضافه في اطار العمله الوطنيه تقدر من خلالها تنافس، وبالتالي ده برضه بيبقى له عامل اخر مؤثر في نطاق التضخم. كمان خلال الفترة القادمة والفترة الحالية المشروعات المزمع ان هي تدخل حيز الانتاج الفعلي، اعتقد ان كل ده من شأن ان هو هينعكس ايجابيا، ان انا هقدر اشبع حاجة الطلب المحلي داخل السوق المصري، وبالتالي هينعكس ده على ان حصيلة وارداتي هتنخفض وحصيلة الصادرات بعد كده هتزيد بشكل او باخر من هذه السلع. فاعتقد كل ده برضه هينعكس على معدلات التضخم. لكن خليني اقول لحضرتك بقى اقتصاديا، انا لما اجي لو عايز فعلا احكم على مؤشر التضخم داخل الاقتصاد المصري ما ينفعش احكم عليه شهريا او حتى سنويا. التضخم يا فندم دايما لما نيجي نتكلم عنه يعني فتره زمنيه على مدار 10 سنوات، عشان اقدر اقول انا حصل عندي تضخم قوي
اثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري باخد اقل مده زمنيه، وده من الناحيه الاكاديميه تحديدا يعني اقتصاديا. أيوه. على مدار 10 سنوات. لكن فكره انا الان امام حاله اقتصاد بينمو استاذ شادي، واقتصاد يعاد بنائه من الاول، فبالتالي هتشهد بعض الاختلالات في اطار هيكل هذا الاقتصاد ما بين سلع اسعارها بتزيد وسلع اسعارها بتقل. تحديدا قطاع الصناعه الفتره دي في حاله من اعاده الهيكله والبناء مره ثانيه، فبالتالي هتلاقي ان اسعار بعض السلع بدات ان هي فكره ان هي رويدا رويدا. كمان الاجراءات الاحترازيه اللي بيتخذها البنك المركزي او حتى وزاره الماليه مؤخرا فيما يتعلق بتحرير الدولار الجمركي على بعض السلع، ما هو ده من شان ان هو هيحمي الصناعه والسلع الوطنيه، وبالتالي السلع الوطنيه دي هيعاد انتاجها محليا، فبالتالي مستويات اسعارها هتنخفض، فبالتالي ده هينعكس على ان ايضا برضو مستوى التضخم هينخفض، فبالتالي هي مجموعه من العوامل مربوطه ببعضها، كل واحد فيها بيأثر في الثاني بشكل او باخر. هذه العوامل مستمره طبعا، يعني نتوقع ايضا عندما يتم التقييم مره اخرى سواء كان شهري او سنوي او كل 10 سنين زي ما حضرتك بتقول انه المعدل ايضا يتراجع مره اخرى. طبعا يا فندم، وكمان احنا على يعني احنا على اعقاب المرحله الاخيره من صندوق من اصلاح عفوا برنامج الاصلاح الاقتصادي. اعتقد كمان دي هيبقى لها ابعاد ايجابيه جدا في اطار فكره القيمه او القوه الشرائيه للجنيه المصري والعمله الوطنيه، وايضا ما يرتبط بها من اجراءات اصلاحيه في هيكل الاقتصاد في قطاعات زي قطاع الصناعه، قطاع الزراعه، قطاع الطاقه، قطاعات مهمه جدا هيكون لها اضافه، لان يعني زي ما قلت هيكل الاقتصاد كله بياثر في بعضه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال لما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشافات حقل قدرت ان انت توفر حجم كبير جدا من الاموال اللي كان بيتم توجيهها لاستيراد احتياجات من الغاز. الغاز ده بيشكل عنصر مهم جدا في الصناعه الوطنيه، وبالتالي لما اسعاره بتنخفض وبيبقى عندك اكتفاء منه هتقدر ان قطاع الصناعه ينهض بشكل كبير جدا، والانعكاس ده على السلع اللي بيتم انتاجها او تصنيعها مستويات اسعارها هتكون منخفضه ومناسبه جدا. أيوه. كمان في اطار البرامج الحمائيه اللي بتقدمها الدوله فيما يتعلق بزياده الاجور والمرتبات وكل ده، اعتقد فكره ان يكون في توازن ما بين الاجور والمرتبات وما بين مستويات الاسعار ده من شانه برضه ايضا هيجعل المواطن ما يتلمسش قوي فكره ارتفاع او مستويات التضخم. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل استاذ احمد علي الباحث الاقتصادي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جين ليكون رئيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه ووزيره الاستثمار والتعاون الدولي. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس اكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه، مشيدا بقيام البنك باعتماد مصر كاول دوله عمليات غير اقليميه به، ومرحبا بمشاركة البنك في أعمال منتدى إفريقيا 2018 والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية. كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أعرب من جانبه عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدا بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في تعافي الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة. ما زلنا مع شأننا الاقتصادي وعن مؤشرات البورصة. في ختام تعاملاتها اليوم نتابع هذا اللقاء الذي أجرته ساريا ياسين مراسلة أكسترا نيوز. مشاهدي اكسترا نيوز، من امام البورصة المصرية التي ترتفع اليوم كافة المؤشرات الرئيسية، بها المؤشر الرئيسي اليوم يرتفع بنسبة 2.7% من 100. هذا المؤشر الرئيسي يشهد او يجعل كافة المؤشرات اليوم في البورصة المصرية مرتفعة. للتعرف على تفاصيل الارتفاع اليوم في البورصة المصرية معي استاذة نجلاء فراج خبير البورصة المصرية، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذة نجلاء. في البداية نتعرف على أسباب هذا الارتفاع اليوم، ربما الأيام الماضية شهدت خسائر في البورصة لكن اليوم نشهد ارتفاع ربما يعتبر ارتفاع جيد.
النهارده طبعا شفنا ان في ارتفاع في البورصه في مؤشر رئيسي 2.77%، يعني تقريبا 234 نقطه، ووصل المؤشر عند نقطه ال 12474. ده كان بدافع من شراء الاجانب والمؤسسات، الا ان المصريين والعرب والافراد كانوا متجهين لجني الارباح. احجام التداول كانت بتعتبر احجام تداول متوسطه، الا ان كان من اهم الاسباب الارتفاع النهارده هو تحسن اداء سهم السي اي بي واللي ليه وزن نسبي اكتر من ثلث المؤشر. طبعا في الفتره اللي فاتت كان في انخفاضات قويه جدا خلت ان الاسعار وصلت لمستوى صعب ان المستثمر يتنازل عنها، وبالتالي البيع او اللي حامل الاسهم توقف عن عمليه البيع وعن عمليه البانيك اللي كان فيه، وبالتالي بدا يظهر المشتري تاني وبدانا نشوف ارتفاعات جيده جدا النهارده، خلت المؤشر يتجه من اللون الاحمر للون الاخضر. ما هي ابرز اتجاهات المتعاملين وفئات المتعاملين اليوم؟ احنا زي ما قلنا طبعا العرب والمصريين والافراد هم المتجهين للبيع، لكن المؤسسات والاجانب هم اللي مشترين، هم اللي متجهين للشراء النهارده. طبعا ده دليل، ده طبعا بعد ما كانوا بيبيعوا في الفترات اللي فاتت، دايما الاجانب بتقتنص الفرص في مرحله النزول، ودايما بتكون عندها الملاءه ان هي تخلي في ارتفاعات، وبالتالي لانها كمان بتشتري في اسهم قياديه فبتبقى مؤثره ان المؤشر يرتفع بشكل جيد. نعم، ايضا ابرز القطاعات التي ارتفعت اليوم، الاهم اليوم هو القطاعات التي ارتفعت، واذا امكن ايضا القطاعات التي شهدت انخفاضا. خلينا في الارتفاع، القطاعات اللي ارتفعت كان قطاع البنوك وقطاع العقارات، شفنا ان في ارتفاعات جيده جدا. اما الارتفاعات اللي انخفضت فمش قادرين نذكرها لان هي ما فيش قطاع على بعض النهارده، طالما السمه كانت الارتفاع فكان نقدر نقول القطاعات اللي هي ارتفعت بشكل ابرز النهارده زي البنوك زي ما قلنا وقطاعات العقارات كانت جيده جدا النهارده. نعم، اذا استطعنا ان نقول، هل يمكن ان نتحدث عن هذا الارتفاع اليوم هو او مع نهايه العام هو بدايه ربما لعام جديد يمكن ان يشهد ارتفاعا في البورصه المصريه وتحسن حتى في احوال البورصه؟ طبعا هو للاسف ما نقدرش نقول ان احنا هنكمل لبقيه الشهر او لبقيه السنه احنا مرتفعين، احنا في شهر 12 هو شهر متباين جدا ما بين الارتفاعات والانخفاضات، وصعب ان يحصل فيه طفرات مرتفعه في خلال ده نظر طبعا لتقفيل المراكز الماليه للشركات. لكن في 2019 ان شاء الله مع عدم وجود اي اخبار اقتصاديه تكون سيئه فاحنا ممكن نشوف في نشهد في ارتفاعات جيده في البورصه المصريه، لكن لنهايه السنه ممكن نشوف في تباين او اتجاه عرضي ما بين ارتفاع وانخفاض. نعم، شكرا جزيلا استاذه نجلاء فراج خبير البورصه المصريه على كل هذه التفاصيل عن الارتفاع اليوم في البورصه وعن حتى احوال البورصه في الايام القادمه. شكرا لكم مشاهدينا. الشأن الفرنسي، حيث يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن يلقي خطابا عاجلا أمام الشعب الفرنسي بعد احتدام احتجاجات السترات الصفراء، حيث اجتمع الرئيس الفرنسي بزعماء سياسيين وقادة نقابات وقادة أعمال محليين وطنيين للاستماع إلى مخاوفهم بعد 4 أسابيع من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب وساعة في العاصمة باريس. واتصالا بذات الشأن، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم إن روسيا تعتبر الاحتجاجات في فرنسا شأن داخلي، وأكد أنها لم ولن تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد أن المزاعم حول تورط روسيا في احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا تشويه للسمعة. وصرح بيسكوف أن روسيا تعتبر جميع الأحداث مسألة داخلية فرنسية ولم تتدخل ولا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما في ذلك فرنسا، وشدد على أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات مع باريس وتحترم سيادة فرنسا.
وعن احتجاجات السترات الصفراء واستعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلقاء خطاب يتوقع أن يكون اليوم. معنا خالد شقير الكاتب والإعلامي من باريس، أهلا بك. وهل هناك معلومات عن الموعد الذي سيلقي فيه الرئيس الفرنسي ماكرون خطابه اليوم؟ مساء الخير شادي، مساء الخير لكل المشاهدين. بالتأكيد في تمام الساعة 8:00 بالتوقيت الفرنسية، 9:00 بتوقيت القاهرة، سيلقي الرئيس الفرنسي هذا الخطاب المرتقب. الجميع يعني شادي يعني في إطار الانتظار، أجواء غير مشجعة من قبل حركات السترات الصفراء التي سبقت هذا الخطاب وأعلنت أنها ستخرج في الشارع يوم السبت القادم. وبالرغم من ان الرئيس الفرنسي التقى ارباط العمل والجمعيات الخاصه بحقوق العمال، طبعا الفيدراليات، وبيحاول ان يجد مخرجا حيث تتضارب شادي المطالب بين حركات الصفراء لكونها هذه الحركات فيها من اليمين المتطرف وفيها من اقصى اليسار، وطبعا تتضارب المصالح بين ارباب العمل من ناحيه والعمال من ناحيه اخرى. حينما اجتمع يعني الرئيس الفرنسي بالزعماء السياسيين وقاده النقابات وقاده اعمال محليين، هل هذه الاجتماعات يعني تم فيها الاتفاق على اي شيء من المتوقع ان يعلنه الرئيس الفرنسي اليوم؟ الرئيس الفرنسي امام مأزق حقيقي، وهو توفير ما بين 12 مليار و15 مليار لجورو لتصميم الشارع الفرنسي والقيام بعمل الاصلاحات التي يودعها اصحاب السلطات الصفراء. كل ما استطيع قول شادي اليوم ان بعض من التسريبات خرجت عن وزيره العمل اكدت انه لا يمكن للرئيس الفرنسي عمل زيادات خاصة بالحد الأدنى للأجور، يمكن أن يقدم دريم أو مساعدة للأسر الفقيرة، وهذه المساعدة مساعدة مؤقتة. يعني هذه الحركة تطالب، حركة السترات الصفراء تطالب بتحسين أوضاع المعيشة وخفض الضرائب وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، هل يستطيع الرئيس الفرنسي أن يحقق ذلك؟ يعني سادي كما اشرت، الرئيس الفرنسي يمكن له ان يعني يقدم هذا، ولكن هذا سيحمل الدوله على الميزانيه الخاصه للدوله الفرنسيه، وهذا الامر ليس سهلا، وبصفه خاصه ان الاستيطان الفرنسي تاثر تاثرا سلبيا كما اشار الى هذا لوبير وزير الاقتصاد الفرنسي، وبصفه خاصه ان فرنسا تعتمد على حركه السياحه، اصحاب الاعمال والمطاعم والفنادق، ونحن في موسم هام جدا وهو موسم اعياد الميلاد، تاثر تاثرا سلبيا وهناك خسائر فادحه في الاقتصاد الفرنسي، مازق هام امامه الرئيس الفرنسي، هل سيجد مخرج؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد خطابه في تمام الساعة 8:00 بالتوقيت الفرنسي، 9:00 بتوقيت القاهرة. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات خالد شقير الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. إذا متابعات استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز هي مستمرة معكم على مدار هذه الساعة، شكرا للمتابعة.